كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى في فبراير الماضي عقب الانتهاء بصورة كبيرة من الإرهاب إشارة البدء لإطلاق خطة التطوير الاستراتيجي لتنمية شمال سيناء. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الخطة المستهدفة في شمال سيناء خلال 5 سنوات ستكون في 6 مراكز بالمحافظة بتكلفة تبلغ 363 مليار جنيه. فبراير لما سيادة الرئيس في أثناء اصطفاف المعدات اللي شاركت في عملية أو اللي أعلن أنه هتنزل وتشارك في أعمال تنمية وإعمار سيناء، أطلق أن هيبقى في خطة تطوير استراتيجي هتبدأ الدولة تعلن عنها وتنفذها الدولة المصرية. وهنا أنا مش بتكلم على سيناء بس، أنا بتكلم بحكم أن أنا موجود في شمال سيناء، أنا هنا بتكلم فقط على ما هيتم في شمال سيناء وليس في جزيرة سيناء كلها. الرؤية اللي هتبقى موجودة النهاردة رؤية شاملة بتشمل كل مناحي الحياة في شمال سيناء، عشان زي ما بنعمل عملية التطوير اللي حضراتكم تابعتوها في كل حتة في مصر، شمال سيناء هتبقى إن شاء الله من أفضل المناطق على مستوى الجمهورية في كل شيء، على أعلى مستوى في كل التخطيط والتنفيذ اللي هيتم على هذه الأرض المباركة إن شاء الله. إحنا بنتكلم على حجم، إذا كنا بنقول إن اللي كان نصيب شمال سيناء من 10 سنين اللي فاتت 283 مليار، إحنا بنتكلم إن الخطة الجاية اللي بنستهدف في 5 سنين إن إحنا ننفذها بنتكلم على 363 مليار، يعني بنقترب من ضعف أو يعني رقم نقدر نقول 150% من الرقم اللي كان صرف أو أنفق في 10 سنين اللي فاتت، وبنتكلم على مدة زمنية لا تتجاوز 5 سنين إن شاء الله في خلال الفترة دي.